سلام ونعمة وبركة المسيح على كل أحبابنا مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة. كل سنة وانتم بخير ونعمة وبركة. بهنيكم بعيد القيامة المجيد لكل اللي بيحتفلوا هذه الأيام بعيد القيامة. وأنا كمان بحتفل معاكم وبفرح معاكم وأمجد الرب من أجل هذه الأوقات اللي بنتذكر فيها محبة الله لينا وخلاصه وفداءه بالرغم من شرنا كبشر، بالرغم من بعدنا عنه ورفضنا ليه، ولكن انتصاره على الصليب وقيامته أصبحت مرار لعدو الخير وبركة لينا. فأنا بشكر الرب معاكم جدا وبحتفل بهذا مش اليوم بقى، هذا الحدث العظيم اللي غير البشرية وغير حياتي وحياتك بصورة شخصية. الأمر في قيامة المسيح شخصي جدا، والنهاردة من خلال فكرة قيامة المسيح احنا النهاردة هنتكلم على يعني فكرة القيامة بشكل مختلف، القيامة في مقابل شر الإنسان، تعامل الله ومحبته في مقابل شر الإنسان، لأن هي دي القصة كلها. إحنا بدأنا بالشر لكن الله كان دائما يعد لنا طريق للحياة لأنه هو الطريق والحق والحياة. أوكي. فأنا بصلي أن النهاردة فكرة القيامة تكون في قلوبكم وأفكاركم وحياتكم مترجمة عمليا ظاهرة للجميع. حلقة النهاردة بعنوان هل يحب الله الأعداء أو هل يحب الله أعداءه. الحقيقة أنه السؤال بهذا الشكل سؤال صعب وتركيبته مختلف عن اللي احنا يعني اتعودنا ان احنا نقوله، لكن عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا عن جت منين فكرة هذا السؤال. الحقيقة ان السؤال ده مش انا اللي سألته، ولكن سأله شاب مسلم عنده 15 سنة ارسل الى كلية من كليات اللاهوت الشهيرة بيسأل استاذ لاهوت معين هو بيسمع له أحيانا على اليوتيوب ولا حاجة، فبيقول له كده، بيقول له بما معناه يعني أنه هل الله يمكن أن يحب أعدائه؟ وهل المسيح يأمر المسيحيين أنهم يحبوا أعدائهم ويباركوا لعينيهم ويصلوا من أجل اللي بيضطهدوهم، ومن فكرة الموعظة على الجبل، وأنه المسيح كإله يمكن أنه يأمرنا بمحبة الأعداء ويكون هو برضو بيحب أعدائه، ولا كإله يفصل نفسه عن محبة الأعداء لأنهم شر؟ سؤال منطقي، سؤال مختلف، سؤال ليه جواب مهم. هنفصل إجابة هذا السؤال من خلال حديثنا مع بعض النهاردة. لكن أولا أنا يعني عايزاكم تسمعوا معايا حلقة النهاردة على إنها حديث من القلب. أنا كعابرة إنسانة كنت في الظلمة الدامسة في الإسلام، وحررني المسيح بمحبته وقوته وعظمته و يعني إنعامه علي بما كنت أعلم إني لا أستحقه وما زلت أعلم إني لا أستحقه. علشان كده لما كنت أسمع يعني عبارة المسيح قام وأقامنا معه دي كانت بالنسبة لي عبارة مفرحة جدا، لأني فهمت منها بالروح أن قيامة المسيح انتشلتني من الموت. كانت صورة ذهنية وهي صورة حقيقية، لأن ما صنع الله بقيامته من الأموات علشانك وعلشاني هو انتشال من الموت بمجرد قبولك لي، وده كان شيء مفرح جدا بالنسبة لي. لما بفكر في نفسي مقارنة بمحبة الله واللي كنت أنا عليه قديما، أعلن تماما إن أنا لم أكن أستحق ذلك أبدا، وإن ربنا غطاني
بابنه بمحبة ابنه ليا وأعطاني حياة جديدة. وده اللي ليا وليك النهاردة، وخاصة العابرين أكلمكم أولا، إخواتي وعيلتي من أسرة المسيح الخارجين من ظلمة الإسلام. فكرة القيامة مش فكرة ولكنها حياة، عمل قام به المسيح علشان يقول لك أنا حبيتك حب مختلف وإنت الآن مختلف. تعيش القيامة كل يوم، إنه لما تقع تقول لا تشمتي بي عدواتي لإني إن سقطت أقوم، لإن لي حياة في المسيح، لإنه لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. اللي احنا تعلمناه من محبة الله ومن التغيير الداخلي والعملي اللي حصل جوانا في أفكارنا وفي اتجاهاتنا وفي قلوبنا وفي الشر اللي كان مالينا، اللي الآن لا يستطيع أن يقف أمام محبة الله الفاحصة الممحصة لقلوبنا. بقولك لكل عابر وبقولك لكل عابرة يا أخواتي، احنا في عينين الله كلآل ثمينة، فعيش من منظور إنه الله يحبك إلى هذا القدر، وإعطي وقدم على هذا الأساس أيضا، محص قلبك كل يوم. إخواتي المسيحيين المستمتعين بمحبة الله، إن لم تكن القيامة حية في قلبك مميتة لذاتك، في مشكلة ويجب عليها التوبة. من خلال فكرة حلقة النهاردة هنتكلم عن إزاي ربنا غير ده في فكرنا، وإنه الحياة معاه يمكن أن تكون قيامة دائمة، إصلاح دائم، تعمير لقلبك وقلبي دائم، تغيير لشخصيتي وشخصيتك دائم. الله عنده غنى كثير لأولاده، ولكنه أيضا يعطينا من منظور الله إنه إننا نشوف نظرة الله للأشرار إيه. في فرق بين نظرة الله للشر، وإن الله لا يتلامس مع الشر ولا يقبل الشر، وإن الله نور ولا يتلاقى مع الظلمة، ولكنه الشر الموجود فينا لا يستطيع أنه يقف أمام محبة الله المقدمة لينا دائما. فكرة حلقة النهاردة هترتكز على صلاح الله ومحبته أمام شر الإنسان. في سؤال يعادل تقريبا شبه السؤال اللي هو عنوان الحلقة، هل يحب الله أعداؤه؟ الأبسط، هل يحب الله الأشرار؟ وده سؤال مختلف شوية عن هل يحب الله أعداؤه. خليني أقول لكم فكرة بسيطة قالها لاهوتي معروف اسمه أرسي سبرو، وأعتقد أنه لي ويب سايتس كلها مترجمة بالعربي وكتبه مترجمة بالعربي، وكتير منكم بيقرأ له، هو الحقيقة لاهوتي يعني واضح في تعليمه. هو بيقول أنه محبة الله هل هي محبة لكل البشر؟ فبيقول أنه في ثلاث أنواع من محبة الله، وإن الله له إرادة صالحة للجميع. هذه الإرادة الصالحة الخيرة للجميع موجودة حتى للأشرار، لأنه عندنا الآية بتاعت لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من الآية دي تقدر تشوف لأنه هكذا أحب الله العالم، العالم كله بتساوي؟ لا، مش هيكون بالتساوي، مش هيكون شكل الحب. هي المسألة مش انت ربنا يدي لك انت شوية حب وانا اكتر، او انت اكتر وانا اقل، لا مش هي دي الفكرة، ولكن الفكرة انه الله يحب العالم لانه محبته وخلاصه متاح للعالم كله. واحد. الحاجة التانية ان الله يحب العالم كله، ان العالم كله خلقته، كل انسان خلقته اللي الله خلقها علشان يكون ليها حياة، وان الانسان يقدر يختار او لا يختار انه تكون ليه هذه الحياة. الجزء التالت انه بيقول انه لا يهلك كل من يؤمن به،
هناك فرق بين من سيؤمن به فتكون له الحياة الأبدية ومن سيقف في آخر الطريق يقول له لا شكرا مش عايز، أرفض، لا أراك، لا أسمع، وهكذا. إذن محبة الله لا تستطيع أنها تغير إرادة الإنسان، في محبة عامة لله لأنه هو الله محبة، لأنه لا يتغير، لأنه دي طبيعته، ولأنه محبته عملية وليها نتيجة. أوكي؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، أثمن شيء في الوجود. أوكي؟ لا يعني التساوي في المحبة، ولكنها محبة تشمل الجميع، محبة شاملة. ببساطة المحبة موجودة ومتاحة، لكن اختيارك يؤثر في النتيجة، لأنه في فرق بين حب بين طرف واحد وحب متبادل يثمر علاقة قوية بين طرفين. ناخد مثل على الموضوع ده. في علاقة الزواج، لو الحب فيها متبادل إذن العطاء متبادل، إذن النمو متبادل، إذن الاتنين هيكونوا بيتسابقوا، العلاقة الزوجية اللي فيها تفاني وحب لله وتكون مربوطة على أساس أو يعني متشابكة على أساس محبة الله، مش عارفة متشابكة دي يعني مش متشابكة، أقصد إنها يعني عمق العلاقة مبني على محبة الله تكون مبنية على العطاء، فهيبقى في الحقيقة في سباق على إنه كل واحد يعين الآخر على إنه يبقى أفضل ويشعر بالمحبة أكتر. العلاقة اللي من طرفين فيها تبادل، فيها تفاني، فيها اندماج، فيها نمو. العلاقة اللي من طرف واحد يختار الطرف الآخر إنه يرفض كل ده، كل المحبة المقدمة. مثل دي بحب الله الكامل المعطى ليك، المطروح أمامك، الموجود أمامك، اللي بيحيطك من كل جهة وإنت واقف بتتفرج وماشي في طريقك. الاتنين لن يتلاقوا، وحيجي في وقت واحد هيقع، وطبعا اللي هيقع هو الإنسان اللي رافض محبة الله. أوكي؟ فالعلاقة يجب إنها أن تقوم على اختيارك. النوع الثاني من محبة الله أو حب الله للإنسان هي نعمة، نعمة الله ورحمته للجميع حتى الخطاف العالم بأشكال متفاوتة. إحسانات الله على الجميع، إحسانات عملية بتفيد الصالح والطالح، لأنه يعني الكتاب بيقول كده أنه يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، فهناك معطيات للجميع، لأنه الله. لو خدت مثل لا يليق بصراحة بالله، لو قلت مثل أنه إحنا دايما نقول لأولادنا عشان نعلمهم أنهم يتعلموا من صلاح الله، أقول له لو عندك شخص تعبك في الحياة قدم له خير، ساعده، عينه، شجعه، حتى ولو هو مش شايفك ومش سمعك ومفيش رد على ده كله. هكذا هو الله، هو يعطي للجميع كل الخير لأنه مصدر كل خير. أوكي؟ الكل متاح لي ده، هو يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وإلا كنت شفت أنه الأشرار خارج إطار، يعني تلاقي إحنا عندنا شمس وهم عندهم مطر. لا نو، دي مش طريقة ربنا في الحياة وتقديمه الإحسانات اللي هي من طبيعته. أوكي؟ الجزء الثاني بقى إنه النوع الثالث من محبة الله هو اللي نقدر نوصفه بمحبة الله لذاته، نعم، اللي هي متمثلة في محبته للابن، اللي من أجل حب الله لينا بذل ابنه الوحيد، ومن خلال ابنه الوحيد احنا نستطيع، لمن يقبل المسيح يستطيع أن يقف أمام الله. من خلال الابن تظهر محبة الله للمفديين بدم يسوع المسيح، أبناء الله في المسيح،
وده حب مختلف. العائدون للآب اللي احنا الله أعطانا فرصة إن احنا نرجع لحضن الآب عندما قبلنا المسيح. مش بيبقى التغيير في حياتنا والقيامة في حياتنا ليها شكل، المسألة مش مرة واحدة. انت بترجع لعمق غنى الله في المحبة اللي بيغيرك كل يوم. إن لم تكن مستمتع بده، أقف دلوقتي وقول له رب أنا طالب عمق هذه المحبة اللي تشعرني بحضورك كل يوم، اللي تغيرني كل يوم، اللي تعدني لمفهومك الأول، لقصدك ومقاصدك الأولى في خلق الإنسان. ولما بنرجع لله، الرب بيقول، يعني الكتاب بيقول كده، إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. خاطي واحد يتوب، السماء كلها تفرح. ودي محبة كاملة ومتميزة، لأن الله يرى الإنسان كشخص في المسيح. أنت شخص متميز، أنت كل شعرة فيك معدودة، أنت كنت معروف من قبل الخليقة، كنت في فكر الله وفي ذهن الله. لكن أنت أيضا تختار تمشي في الطريق ده أو تختار تمشي في الطريق ده. في قصة في الكتاب المقدس، وهي قصة الابن الضال. خليني يعني أشرح لكم القصة دي، أنتوا سمعتوها كتير، لكن أنا عايزاكم النهاردة تشوفوا قصة الابن الضال من خلال شر الإنسان ومحبة الله الكاملة. الابن الضال هنا بيمثل كل من يعيش تحت سماء الله ولا يعرفه. هذا الابن كان عايش في بيت أبوه، في عز أبوه، في غنى أبوه، ولكنه لم يكتفي بده. قال له لا، أنا عايز كل الميراث بتاعي اللي يحق لي منك، هاخده وعيش أنا واستمتع بطريقتي. هذا الابن لم ينظر إلى الآب ليعرف قدر محبته، ولكن شاف إن هو مستحق ياخد أفضل ويعيش أفضل وكده. فده وضعه في مكان آخر، خرجه من إطار شعوره هو بالبنوة. لم يخرجه من شعوره بالأبوة، من شعور الأب بالأبوة، ولكن أخرجه هو من شعور إنه جزء من العيلة. ولكن بص في الناحية التانية، الأب عمل إيه؟ الأب الأرضي يعمل إيه؟ الأب الأرضي يقول له أنت ولد مش مؤدب ومش متربي، ونديتك كل ده ومش عارف إيه، أنت بتطلب فلوسي وشقايا وتعبي وأنا على وش الدنيا، أنت ابن عاق، مش كده؟ أو يقول له لا يا ابني، لو الأب مؤدب يعني يقول له لا يا ابني، أنت بتطلب اللي مش ليك، ولما أبقى أموت يبقى خد حقك وروح عيش زي ما انت عايز، جرب الدنيا من غيري، مش كده؟ لكن صورة الأب اللي هنا عمل ايه؟ أعطى الابن بسخاء، اداله كل اللي كان ليه، قال له خد، انت هو ده اللي انت فاكر انه هيشبعك، خد اهو. الحقيقة ان انا بشوف في الصورة دي انه لما بنقول هل يحب الله الأشرار ولا لا، هذا الابن شرير، ابن شرير، ابن عاق، ابن شرير. وهذا الأب أب صالح اللي بيمثل الله الآب. لكن الأب أعطى، وأنا بشوف إنه كل إنسان فينا أعطي الكثير، لكن ده احنا دائما نرى إن احنا مستحقين أكتر. أنا بقول لك النهاردة، لو أنت فاكر إنك مستحق أكتر أو مستحق حاجة، خليني أقول لك حقيقة صعبة، أنت لا تستحق شيء. الإنسان الفاكر نفسه يستحق عشان هو، وحط تحتها بقى النقط زي ما انت عايز، أنا ذكي، أنا كويس، أنا حلو، أنا حط تحتها اللي انت عايزه. حقيقة انت لا تستحق شيء، لأن شرك كثير، ولأن أخطائك اللي انت بتقول عليها صغيرة. يعني جه في ذهني وأنا بحضر الحلقة كده، احنا ممكن الإنسان يكذب،
يقول لك حاجة صغيرة زي ما الإسلام كان بيعلم، كبدة، كدبة بيضة، كدبة صغيرة، كبدة، كدبة رصاصي، مش عارفة ليه مسميها كبدة. بس فاهمين؟ فالكدبة الصغيرة دي ممكن انت فاكر انك انت انقذت نفسك بيها، لكنها ممكن تدمر حياة شخص تاني، وهذا الشخص يدمر بعد حياته الكثيرين. كلنا بنأثر على بعض، والخطايا دائما هكذا لأنها شر. فما تفتكرش نفسك انك مستحق اي شيء من غير المسيح، نحن لا شيء. الأب هنا أعطى بسخاء لابن غير مستحق. أنا بقول لك إن الله بيتعامل مع الأشرار هكذا، يعطي فرص. الشرير بيطلب، والله بيقول له طيب أنت عايز الفلوس خد، أوكي، هتعيش صح، هتتغير، هتشوفني. لا، الله يحيطه بعلامات، يحيطه بناس يرجعوه. الله دائما هو من يسعى إلى إصلاح أبنائه في إلى آخر لحظة. ده إيماني إن الله ما بيأسش أبدا من إننا نرجع ليه. هذا الابن أيضا يمثل شخصية أخرى، كان ابن بالاسم، له اسم مسيحي، اسمي عابر ابن المسيح، بس برضو اسمي أو عابرة هكذا. في وقت من الأوقات إن لم تكن تعرف مكانك ومكانتك كابن الله ومسؤوليتك كابن الله، أنت غير مسؤول عن نفسك فقط، أنت مسؤول عن كلمة الله، أنت مسؤول عن أنك بتمثل الله. أنت أصبحت، الكتاب بيقول أنه هو خلانا ملوك وكهنة، أننا أبناء الله في المسيح. أنت خرجت من قبضة الشيطان إلى أنك تكون ابن للمسيح. إذا كنت شايل ده اسم، هذا الاسم لا يفيدك ولا يغيرك، ولكن الله خلقك علشان تكون ابن لي، فتكون ممثل لي، فتكون تعرف مكانتك في البيت، تعرف أنه أنت في أمان في بيت أبوك، ولكن أنت ليك دور في بيت أبوك. كان في نفس البيت في ابن آخر، الابن الكبير اللي كان بيشتغل في الحقل، اللي كان بيشتغل في ابوه مشغله فيه. وهذا لا يعني انه هذا الابن كان صالح، برضو ما كانش ابن صالح في الاخر يعني، اوكي. كل ده عنده مشكله وده عنده مشكله. فعايز تعيش في بيت ابوك كابن ولا كغريب؟ هذا الابن كان في بيت أبوه الصالح الطيب المحب، عايش بغربة. بسألكم من كل القلب، اسأل نفسك، أنا عايش في بيت أبويا ولا أنا عايش بستخدم بيت أبويا وأنا عايش كالغريب؟ أوكي؟ الابن الأصغر كان شرير وعاش حياة الشر نتيجة عدم معرفته بمكانته عند الله، فبقى زيه زي الناس اللي في العالم، لحد ما واجه شر نفسه، لحد ما بقيش حاجة فضلاله. النهاردة أنا بقول لك، إذا كنت عايش فاكر إنك ابن الله بس عايش زي العالم، أنت مش مستمتع بمكانتك ولا تعلم مكانتك عند الله، ويجب إنك تواجه نفسك. لما هذا الابن عاش في وسط الخنازير ولم يبقى معاه شيء، افتكر بقى، افتكر إنه قال أنا كنت عايش عند أبويا أفضل من كده كتير، أنا حتى الخدم اللي عند أبويا عايشين أحسن مني، فأنا هأرجع لبيت أبويا مرة تانية. عنده فرصة إنه يرجع لبيت أبوه مرة تانية. لكن لو شفنا بقى إيه اللي حصل عند رجوعه، هذه الصورة اللي بنشوفها في رجوع الابن، الأب كان واقف ينتظر الابن كل يوم، حتى وهذا الابن في شره. فنعم، حتى لو كنت أشر الناس، محبة الله تعطيك فرص كثيرة كل يوم إلى أن يكون هناك اختيارات. هعيدها تاني لأني حاسة أن دي فرصة لناس كتير بيسمعوني النهاردة.
محبة الله تعطيك فرص كثيرة كل يوم إلى أن يكون هناك اختيار، اختيار إنك تعود أم تظل في حظيرة الخنازير اللي كان عايش فيها هذا الابن الشرير. لكن لما رجع لقى إيه؟ لقى أبوه واقف منتظره. الاختيار مهم عند الله. الأب كان ممكن يقول طب أنا هروح أدور عليه، أنا هروح لحد هذه الحظيرة وطلعه وشده وأقول له يا ابني تعالى ومش عارف إيه. لأ، الله انتظر، الله أو الأب انتظر، لكن الله بينتظر علينا صبرا على جهلنا. طول أناته معانا يجب أن لا نستغلها. والاختيار إنك تختار، إنك تقول يا رب اللي عندك أفضل لي، القرب منك أفضل لي. هذا الابن كان متوقع أنه يرجع مثلا عند أبوه يقعد مع الخدمين، لأنه كان متوقع أن أبوه يكون زعلان منه، لكن اللي حصل غير كده خالص. الله أو هذا الأب احتضن الابن ولبسه الحلة الجديدة وذبح العجل المسمن واحتفل، واحتفل بيه، لأن مجرد عودته الأب عرف أنت مختار ترجع تكون ابني بصورة حقيقية، فطبعا هيكون لك حقية الابن بالكامل. الابن الأكبر بقى ما فهمش محبة الله ونتائجها. الابن الأكبر فاكر أنه كان بعمله بيقبل حاجة من أو يعني عنده كريدت عند ربنا أو عند أبوه، ولكن الأب الحقيقي لا يطلب إلا المحبة الحقيقية والتغيير الحقيقي في حياة أولاده، وهكذا هو الله. نعم، الأب يحب أبنائه الأشرار، ولكن إذا مت في شرك فليس هناك رجاء، لأنك في هذا الحين عندما نموت في الشر نواجه الإله العادل. اللي حزن عليك ولكنه عادل، ولكن كل شرير سيدفع ثمن شره، كل شر له نتائج. الابن الأكبر زي ما قلت كان رمز لكل واحد بيظن أن أعماله تخلصه، وكان يظن أنه مستحق، لكن الأب قال إيه على الابن الصغير؟ ابني ده كان ميت فعاش. أنا عايز أقول لكم أنه ده رمز للموت عن الذات. أعظم مشاكلنا أننا بنشوف أن لينا استحقاق، وأنه ذاتنا دائما متقدمة، وانه فاكر ان اللي انت هتقدمه ربنا ليه فايده، وان اللي انا هعمله كخادمه ربنا ليه يعني يديني مكانه افضل عند ربنا. لا، الله ينظر لقلبي. ان كان العمل اللي انا بعمله ده علشان اخد مجد على الشاشه فباطل كل ما اقدم، اوكي. ان كان العمل اللي بتقدمه على المنبر علشان يكون ليك مكان على المنبر ومكانه في المجتمع فباطل كل تعبك. علشان تقدم عمل مثمر لازم يكون قلبك عارف انك مش منك، يجب ان يكون من روح الله ويعطي مجد لله. وهنا ياتي دور الموت عن الذات، اللي من الأول المسيح نفسه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، ولأنه إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا، بذل نفسه عنا علشان نعلم ما معنى البذل والموت عن الذات وتكون لينا حياة فيه. مش ممكن إنك تعيش مع الله وشايل اسم الله وانت جواك لسه الشخص والشخصية والإنسانيتك البشريتك حية، طبيعتك البشرية حية. لا، عندما تموت عن ذاتك ايه اللي بيحصل؟ بيكون المسيح حي فيك، فتشوف اللي هو بيشوفه وتحب اللي هو بيحبه حتى الأشرار. هل يحب الله الأشرار؟ نعم،
أنا وإنت مثل لده. افتكرت دلوقتي وأنا بكلمكم مجموعة من الإخوة كنت بتكلم معاه، كان في وقت ألم شديد وضغط على كنيسة معينة، والناس اللي كانوا في الكنيسة كانوا مضطهدين وخارجين من اضطهاد كبير. فكنت بكلمهم عن المسيح والشفاء وكل ده، ولكن أيضا بتكلم عن مسؤوليتنا لتوصيل الكلمة لمن حولنا. فلما جه الوقت اللي بقول فيه انه يجب ان احنا نغفر للي ألمونا وللي تعبونا، رفضوا بصوت، قالوا دول لا يستحقوا. انا عايز اقول لكل واحد بيقول كده انه انا ما اقدرش اغفر عشان هؤلاء لا يستحقوا، انت نفسك مش مستحق. انت عايز تدخل بيت الاب وتلبس الحلة الجديدة، لازم تموت عن ذاتك وتعرف ان الله بيحب هؤلاء، ومش انت اللي تقرر مين شرير ومش مين ومين لا، مين هيدخل السماء ومين لا، زي ما المسلمين بيعملوا، ده داخل وده مش داخل، واللي يقولك يزعلوا قوي لو واحد منهم زي علي جمعة عنده شوية امل انه ممكن يكون اله الاسلام هيخلي شوية ناس مسيحيين ولا يهود يدخلوا الجنة، وهو ليس له سلطان في اسم يسوع. احنا يعني لينا الحياة هي المسيح بس اللي في ايده كل سلطان. فما تنساش نفسك، انس يعني انت انسان ذات طبيعة فاسدة، الكتاب بيقول كده، الجميع زاغوا وفسدوا كلنا. تستطيع بقى انك تنمو وتكبر وتتطور الى الصورة الحقيقية اللي ربنا كان عايزنا نكون عليها منذ البداية، عندما تموت عن ذاتك، تضع نفسك ويعلو المسيح ويظهر المسيح، ففعلا تلبس بقى الحلة الجديدة زي ما فعل الابن اللي كنا بنقول عنه شرير وأصبح دلوقتي من ورث الورثة الحقيقية، انه بقى الابن، وتلبس الحلة الملكية كما يقول الكتاب، فتعيش بقدرة أبوك لا قدرتك. إله الإسلام عكس ذلك تماما. فتجد كثير من الآيات في القرآن بتتكلم عن الانتقام من المشركين وعدم محبة المشركين، وإنه إذا قتلت الكافر فأنت كده بتفيده، وكلام يعني الكلام الحقيقة مزعج جدا. لأن إله الإسلام يمكن بقولها تاني، يمكن يرضى على اللي بيحبوه، أوكي، لكنه يكره كل ما هو خارج إطار الفكر الإسلامي. يعني عايزة أقرأ لكم بعض الآيات العجيبة. يعني عملت لكم حلقة في الموضوع ده على فكرة اسمها واغلظ عليهم، بيقول له كده يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ويا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا إن الله مع المتقين. بس على فكرة مش دايما، ده مش مضمون، لأنه يغير رأيه في أي وقت، مش كده؟ ولكن كراهيته للغير واضحة. ومش بس كده، ده يعد أبناؤه بقى اللي هم أتباع الشيطان، لأنه هو صوت الشيطان هذا الإله، بيعد بقى محمد وأتباعه أن هم كمان يكونوا بهذه الغلاظة على الغير. الله محبة لا يعلمنا ده أبدا، ولكن يعلمنا أنه نكون معطين، نكون محبين، نكون غافرين، نكون متسامحين. المسيح نفسه أحبنا حتى الصليب. الكتاب بيعلمنا انه احنا احببناه لانه هو احبنا اولا، وده واضح في كل
عبر الكتاب المقدس كله بيوريك محبة الله منذ البدء وإعداد خطة الخلاص للإنسان. في سفر حزقيال بيقول الكتاب كده: قل لهم حي يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. إنك ترجع عن طريقك وتحيا هو ده اللي ربنا عايزك تعيشه فتبقى عايش فيه وبيه. بقية الآية الرب بيقول ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الردية، ارجعوا عن الشر، ارجعوا عن الخطية. الكتاب المقدس مليء بالتحذيرات عن الرجوع عن الإثم والخطية والظلمة وما يفصلك عن الله بصورة شخصية، مسؤولية شخصية. في الإسلام أنت ممكن يبقى فيك كل الصفات بس إيه يعني تبص للي حواليك يعني تنتقد اللي حواليك وتحاول تقوم اللي حواليك و you know التقوى الخارجية دي. شوف كده الآية دي بيقول كده: لأن السيد الرب لا يرفض إلى الأبد، فإنه لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا يزل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. الله ممكن يسبب إنك تقع في ضيقة بسبب تصرفاتك، يسمح إنك تقع في ضيقة بسبب تصرفاتك واختياراتك، لكنه ما بيحبش أبدا إنه يذل ولاده وبناته. محبته دائما بتقول إن هو لا يصر بموت الشرير ولكن عايز للشرير حياة، عايز عودة لأبنائه كلهم. عارفين يا جماعة إذا بعت واحد عنده 10 ولاد فبعت العيال في رحلة، أوكي، والرحلة دي خطيرة، هيبقى بيقول يا رب رجع لي منهم 5 ولا هيبقى بيقول يا رب رجعهم كلهم سالمين؟ إرادة الله لأبنائه بتقول ان هو بيبص لنا كلنا وبيقول انا عايزكم كلكم، اختاروا بقى، اختاروا بقى. مفهوم اله الاسلام فاسد لانه ناقص وانه لا يستطيع ان تستطيع انك تقول انه يحب محبة كاملة ابدا. هو زي اي انسان اناني بيحب اللي بيفيده فقط واللي يموت عشانه فقط واللي يقدم له قرابين بشرية واللي يقوم مش عارف ايه بيده ولا بلسانه ولا بسلاحه ولا you know. خليني اسألك النهاردة، ساعات بيبقى عندنا يعني تمييز او تميز، مش يعني بنميز بين انا اذا عملت الحكاية دي تبقى مثلا شر ليا بس مش شر على حد تاني، او انها خطية انا اللي مسؤول عنها ودي مش هتأثر على حد تاني، ونميز كده دي خطية صغيرة ودي خطية كبيرة you know كل الخطية شر. ايه انواع الشر اللي الانسان بيعيشها؟ كل واحد عارف الخطية اللي هو عايشها في فكرك في قلبك، في كبرياء، أنانية، كذب، زنا، زنا عن الله، بعد عن الله، عدم أمانة، أفكار وأعمال شر، عدم غفران، كل دي خطايا تفصلك عن الله وتبعدك عن الله. دي كلها أنواع شرور بتقول إن اللي جوايا الإنسان الأرضي الجسدي المرتبط بالخطية مازال حي وقلبي لم يعطى تماما للمسيح. إن كان فيك أي من ده، غضب، أي حاجة، وكلنا ده. وده لا يعني إن أنا مثلا ما بزعلش، ما بغلطش، ما بغضبش، لا، بيحصل.
بس في ساعتها عارف ايه اللي بيحصل؟ على طول يشعر الانسان اللي روح الله حيه فيه ان ده لا يليق بالله، وان رد فعلي او فعلي اثر على ابن او بنت من ابناء الله فيتوب. فانا هقف هنا دلوقتي واقول لك انت وانتي النهارده عندكم فرصه للتوبه، وان الوقت منذ الان مقصر، وانه الله بيقول لك اليوم ان سمعت صوتك صوته فلا تقسي قلبك. عايز تتوب عن انانيتك، اكتر الامور بتخلينا نبقى بعاد عن الله اني اكون بفكر في نفسي وذاتي كبيره جوايا، خوفك، الخوف خطيه، تصور بقى الخوف خطيه لانه في عدم ثقه عن الله من لله، الخوف روح شر، اداه من ادوات اله الاسلام بيمسكنا بيها، انا خايف من المستقبل، لما تخاف من المستقبل ايوه خطيه، لان المستقبل في ايد الله فهل تثق بالله، هي خطيه. عشان كده مش بقول لكم حاجه انا ما عشتهاش، مش بقول لكم حاجه ما بنتعاملش فيها مع عابرين وعابرات ومؤمنين جداد وكل ده، لا كلنا بنعيش ده، ولكن الذهن الصاحي والفكر المتغير والقلب الحساس لكلام الله يستطيع انه يتوب عن ده بامانه ويقول له يا رب يعني خليني اصلي معاك. يا رب احنا النهارده بنطلب اتضاع قلب، بصلي من اجل كل اخواتي السامعين امامك الان يا رب، اللي فاكر نفسه قديس واللي فاكر نفسه ما يستحقش واللي فاكر نفسه غضبان منك واللي فاكر نفسه زعلان من اللي حواليه واللي عنده عوائق يا رب وعندها عوائق في الغفران وفي الامانه معاك وفي حبك يا رب، بصلي من اجلهم الان بدل البعد عنك يا رب قرب من محبتك ومن قلبك يا رب، تعطيهم عيون ليروا كل ما تحيطهم به من محبتك وغفرانك وأمانك وفتح كل طريق ليهم علشان يشوفوك ويعرفوك. يا رب بسألك بدال الخوف ثقة فيك، بسألك يا رب بدال الشهوات الجسدية يا رب شهوة قلوبنا تكون أنت وحدك يسوع وفقط. يا رب بصلي من أجل توبة حقيقية اليوم من أجل أنه قيامتك اللي اعطتنا حياه وحياه ابديه يا رب تكون حيه فعاله مرئيه، ونكون يا رب بنتحول كل يوم الى تلك الصوره عينه، انت صوره المسيح. يا رب علمنا انه ما نعرفه بالعقل يدخل الى القلب ويغير القلب وينظف القلب من الداخل، فلا يبقى الا يسوع ويسوع فقط. بصلي حماية على اخواتي العابرين النهاردة، بصلي تميز في حياتهم يا رب، بصلي تميز في حياة اخواتي العابرين والعابرات يا رب النهاردة، بقولك يا رب انت اخترتهم ميزتهم، اجعلهم صورة للاتضاع والمحبة والعطاء، اجعلهم صورة لما صنعت انت من بذل ذاتك على الصليب من اجلهم، إنهم هكذا يكونوا باذلين معطين محبين لأنهم أبنائك وبناتك. بكل كرامة يا رب بسألك إنك تحيطهم بنعمتك وبحمايتك في كل بلد هم منتشرين فيها النهاردة، الخايف تطمنه يا رب، والمحتاج تعطيه يا رب، واللي في ضيق تنقذه اليوم يا رب. أشكرك لأنك وحدك تستطيع أن تفعل ذلك. اللي تاب النهارده يقول له يا رب انا عايز فرصه جديده، اله الفرص اللي ما بتتغيرش، الرب اللي بيقول في 6 شدائد ينجيك وفي 7 لا يمسك سوء، الايه اللي بعد كده في سفر المزامير 18 وقفتني النهارده، الايه دي بتقول ان الله يرى ضيقك حتى وانت في وسط الخطيه، يقول لك انك انت تضيء سراجي، الرب الهي ينير ظلمتي. هي صحيح الظلمه ممكن تكون
يعني انت تضيء سراج قلبي بروحك. ايوة ممكن. وانت تنير الظلمة اللي في الاضطهاد او الالم اللي انا بمر بيه، ولكنها ايضا ظلمة الخطية. الرب ينير لهؤلاء اللي عايشين في ظلمة الخطية عشان يوريهم الطريق. انا موجود، ارجع لي، انت ابني، ارجع لي. ارجع تاني واقول، هل يحب الله اعدائه؟ سؤال بقى الشاب المسلم. نعم يحب الله اعدائه، لانه احبنا ونحن بعد خطاه. والانسان الخاطي بيعادي الله، فاحنا بنبقى اعداء الله. المسيح منبع المحبة اللي قدم نفسه عننا، هو نفسه قال لنا حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. فمش ممكن يقول لنا نعمل حاجة هو ما عملهاش. أوكي؟ ولكن في صور أخرى لازم أننا يجب أننا ننتبه ليها. المسيح قدم نفسه عنا، فلازم نشوف أنه هو قدم أعظم صور محبة الله لأعدائه. تخيلوا بقى، الصليب هو أعظم صور محبة الله لأعدائه. Okay. خليني أخذ مكالمة الأخت فريال. أهلا أخت فريال. ألو. كل سنة وانت طيبة أخت فريال. إزاي؟ وانت طيبة عزيزتي أختي الغالية. الرب يتمجد في حياتي وبخدمتك، ومن نعمة فوق نعمة. شكرا لك يا أختي. وانت كمان. البرنامج هاليوم كله على الرب يسوع المسيح مناسبة الجمعة العظيمة. أخذ أماني، الرب يسوع فم الطهر قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أمين. وما في حمل ثقيل واللي يبهدل الإنسان ويعريه ويخليه شقي، يشعر بالشقاء اللي هي الخطية. أي. فالرب يسوع المسيح قال تعالوا إلي، ما قال اذهب وأعطي وأعمل خيرات وتدين وغير من حالتك وأخلاقك وبعدين تعال. لا. صح صح. تعال. قال تعال زي ما أنت. أي. نعم. قال تعال زي ما أنت. زي ما أنت. مثل ما أنت. عفوا عفوا على هاي الكلمة، بخطاياك بقذاراتك بنجاساتك بأي أي خطية اللي تمارسها. تعالوا ارمي ثقلك وارمي احمالك علي. نعم. وفقط اعترف انك انت خاطئ، وانت تعترف بموته على الصليب من اجل يعطيك الحياه الابديه، من أمين. اجل يغفر خطاياك ويعطيك الحياه الابديه. أمين. وانا كنت اول، وكل كل شخص بعيد عن الرب كان بعيد عن الرب يسوع المسيح يقول انا كنت اول الخطاه والرب خلصني. نعم. نشكر هذا الاله العظيم اخي العزيز. وانا اصلي بهذا اليوم انه الكل يجون للرب يسوع المسيح ويسمعون صوته في اسم يسوع، ويعرفون الفداء والعمل الكفاري اللي عمله على الصليب حتى يعطيهم الحياه الابديه ويرتاحون. نعم. شكرا اختي اماني، والرب يحفظك ويبارك يا عزيزتي الغاليه. حبيبتي مبسوطه اسمع صوتك النهارده، الرب يباركك. شكرا ليكي. طيب خليني سريعا في الوقت الباقي اقدم لكم يعني مشهد العشاء الاخير، وبالذات النهارده عايزه اركز على يهوذا، الشخص اللي سلم المسيح. يهوذا كان تلميذ من التلاميذ ال 12، وبيقول عليه كده الكتاب ان هو كان احد التلاميذ ال 12. ومش بس كده يعني، وطبعا التلاميذ كانوا اكتر من كده كتير، لكن هو كان قريب من المسيح، كان ليه مكان. ف يعني الله كان بيتعامل مع المسيح، كان بيتعامل معاه زي ما كان بيتعامل مع كل الرسل بلا تمييز، كان بيعلمه نفس التعليم وبيرعاه بنفس الطريقه. من الغريب جدا انه المسيح في العشاء الأخير في عدة نقط كده يعني لمستني شوية، إنه يجب إن إحنا ننتبه
ان المسيح كان عارف وقال ان هو ده اللي هيقدمني، وانه في نبوءات في الكتاب المقدس مزمور 41 يقول لك انه رجل سلامتي الذي وثقت به اكل خبزي ورفع علي عقبه، وده الانسان مش بس يهوذا. فالمسيح في هذا الوقت هو عارف انه ده اللي هيخرج الان يسلمه علشان تبدا رحله الصليب. عمل ايه؟ غسل رجليه مع الرسل، اداله شركه في اما كسر الخبز وقال له ده هذا جسدي وهذا دمي المبذول عنكم. المثل ده الفصح تعبير عن الفداء، فكان بيقول لهم انا هو، واعطاه فاكل. مش كده يهوذا؟ المسيح ما قفلش عليه الباب. في رايي الشخصي ان الله كان بيقول له انت عندك مهمه هتعملها، انت مصر انك تعملها، انت متشبع بيها، اعملها. لكن كان ايضا يعطيه فرصه للرجوع. يهوذا تاب بعد كده؟ لا، ما تابش، هو ندم. اوكي، المسيح تسلم للعساكر وكان بيحاكم وكل ده، ولكن يهوذا لم يعرف مقدار محبة الله. المسيح قدم له كل ما قدم لبقية التلاميذ وفرصة للتوبة. لأن يعني في رسالة من رسائل بطرس بيقول كده إن الله لا يريد أن يهلك أحد بل أن يأتي الجميع إلى التوبة. حتى يهوذا كان عنده فرصة للتوبة. يهوذا خان المسيح ولم يتب فهلك، لكن كانت ليه فرص في محبة الله موجودة وعارفها وكانت قدامه وتكررت، ولكنه أيضا لم. أحيانا ممكن نغلط ونقول أنا غلطت غلطة كبيرة قوي، ما يصحش واحد زي يعملها. يهوذا قال كده فهلك، ولكن أنا أقدر أقول أنا غلطت غلطات كتيرة قوي، كبيرة قوي، الإنسان اللي زي الضعيف يعملها، لكن ليه حياة في المسيح. اوعى تفقد الأمل إن الله دمه يغسل كل خطية، يطهر كل خطية. في واحد تاني خان المسيح برضو في نفس المشهد، عمل بنفس الطريقة اللي اتعامل بيها يهوذا في نفس المشهد، وهو يمثلك ويمثلني، بطرس. المسيح غسل رجليه، قال له يا رب انت تغسل رجليه، ده انا اللي اغسل رجليك. قال له ما غسلتكش ملكش نصيب. قال له خلاص ماشي، انا بسلم ايديا ورجليا وجسمي كله ماشي. اوكي، ولكن خرج وأنكر المسيح مع أن المسيح حذره. أنكر المسيح لأنه خاف، ولأنه خاف على نفسه. المسيح كان بيقول له أنت تقدر تموت عني؟ قال له آه طبعا طبعا، وليه لأ؟ بطرس اللي قال له أنت المسيح من الله الحق، بطرس اللي كان عارف الله سقط، وقع، اتكسر، خاف، ولكن تاب وندم ورجع وصلى ولم يترك اخواته وقاد الجميع وكان عنده رجاء في الله. علشان كده هو انكر المسيح 3 مرات، والمسيح قال له اتحبني يا بطرس؟ 3 مرات، نعم يا رب، نعم يا رب، نعم نعم أحبك يا رب. لذلك التوبة تأتي بثمر. ناو أنشر بقى الكلمة، قود بقى، عيش بقى لي. هذه التوبة اللي كانت من القلب كان ثمارها شفاء من الله وحياة مثمرة. سؤال للمشاهدين النهاردة، عندك إيه التوب عليه قدام ربنا اليوم؟ إيه اللي ربنا بيحرك قلبك يقولك توب عندها، أنا موجودة؟ تحب تكون بطرس ولا يهوذا ولا مريم المجدلية يا أختي اللي بتسمعيني النهاردة، المرأة اللي كان فيها 7 شياطين وكانت متباعة للشيطان بالكامل، الله شفاها فأصبحت تابعة لي، تلميذة لي،
وليها توبة حقيقية وحياة وإرسالية وشرف إعلان القيامة أعطي لامرأة تائبة محبة لله. أنت ده. المسيح لم ينسى النساء في النقطة دي، بل اختار إن اللي هتوصل بشارة الإنجيل، اللي هتوصل بشارة القيامة، تكون هذه التائبة مريم. في المشاهد اللي قدمناها كلها نرى أن الله يحب أعدائه، محبة ممتدة إلى النهاية، والنهاية هي اختيار كل شخص. في نوع آخر من الأعداء لا يمكن أن يحبه، هو الشيطان، اللي هو برضو مثل لينا، اوعى تعمل اللي عمله الشيطان. الشيطان تدرج في كراهيته لله وغيرته من الله وكبرياءه من الله، فمات روحيا وعمليا، مات ويعادي الله. ده تمثيل للشر الكامل الذي لم يخلقه الله ولكن اختاره الشيطان. اوعى تختار طريق الشر، اوعي تختاري طريق الشر، لأن الله إله المحبة دائما معاكي لحد آخر فرصة. واوعي تستني لآخر فرصة، واوعي تستنى لآخر فرصة. كلنا بعيدا عن المسيح نحن أعداء الله، لأنك لن تستطيع أنك تأتي أمام الله وتقف بأعمالك، بشخصك، بصلاحك، بأفكارك الجميلة، باختراع عملته للبشرية. لا، لا خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. الله عنده رحمات كثيرة وإحسانات كثيرة على جميع البشر، ولكن من أعظم أنواع المحبة اللي تخليك تخرج من عداوة الله إلى بنوة إنك تبقى ابن من أبناء الله، إنك تقبل عمل المسيح على الصليب، صلبه وموته وقيامته حياة لك وليا. فاختار الحياة اليوم، اختار ملكوت الله المعطى ليك. شايف الـ 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 الشخص الخاطي اللي بيتوب دائما ذراع الله مفتوح ليك ومعونة الله تحيط بيك، حتى لو الأعداء محيطين بيك من كل مكان. كل المحبة ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء.